استغفر الله العظيم. هل يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين؟ يا أكرم في إيه؟ نبقى قاعدين في حالنا فجأة الهم جالنا. يا أكرم في إيه؟ ما تخضنيش بقى. مفيش يا ستي، واحدة اتصلت بيا بتقولي أنا الدكتورة سميحة وجاية من كندا ومعايا عيالي ومن معارف أخوك مصطفى. يعني جم هنا يعني مصر وعايزينك تجيبهم من المطار؟ لا، عايزين أجيبهم من الاسم. اسم؟ يا لهوي، ليه في إيه؟ معرفش، أنا فجأة اتصلت بيا بتقولي الحقني يا أكرم أنا في اسم قصر النيل، وفجأة الموبايل قطع. كده برضو يقوزوا كده العياد ده كله؟ طب معلش يا أكرم، روح لهم شوف في إيه وخد معاك البطاقة. حاضر. ولو هتجيبهم هنا والنبي بقولي عشان أعمل حسابهم في الأكل. حاضر. ولو هعمل حسابهم في الأكل بقولي عشان أقولك تروح السوق تجيب لي شوية حاجات. طب خلاص، أروح السوق وبعد كده أروح الاسم. لا، هو المحلات دلوقتي قافلة يا أكرم. يعني أنت همك المحلات اللي قافلة مش همك الناس اللي بتستنجد بينا؟ بس يا أوزو بقى معاك حق. خلاص خلاص، روح لهم، يلا دول برضو في غربة، روح اطمن عليهم وابقى طمن. ماشي. بس يا أوزو بقى. الله الله، انت جيتي يا انسه منوره بنورك. طب بخصوص النور، في كوبايه بينج سوبر لوكس تستهلك، انما ايه؟ ايوه كده، اضحكي خلي الشمس تخش، محدش واخد منها حاجه. ممكن اسال سؤال؟ اسالي. انت ليه اسمك بايك؟ لا، بايك دي عجله، انا بويكا دي ملهاش علاقه بيها خالص. What's the meaning of بويكا؟ انت ما بتشوفيش ولا ايه؟ بويكا يعني جامد لا يقهر، يعني محدش بيقدر عليه يعني. اوكي. يا عم فين الشاي بقى؟ السخن جاي، السخن حاضر. استغفر الله العظيم يا رب، هو يوم باين من اوله. المفاتيح فين؟ انا نسيت المفاتيح. لا، المفاتيح معايا، منك لله يا فوقيه، صيحت لي مخي. هي حصلت اسم؟ بعمل ايه؟ اكلم الضابط ازاي؟ طب اللبس ده مناسب ولا هيسجنني؟ استر يا رب، استر يا رب. اسم يا حصلت؟ هل يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين؟ طب اعمل ايه يا ربي؟ انا اول مره اروح اسم، تاني مره اروح اسم، تالت مره اروح اسم، شكلي مش هروح الاسم. طب اعمل ايه يا ربي؟